اكتر عن المشروع. بيسعدني يكون لي لقاء مع المهندس بشر اسماعيل خضر، مدير الانتاج الحيواني بالشرقية. اهلا بيك يا باشمهندس. يا اهلا وسهلا، مرحبا، شرفتونا في الشرقية. شكرك. وحابين النهاردة نعرف السادة المشاهدين عن تفاصيل اكتر عن مشروع احياء البتلو. هو مشروع البتلو احنا بنسميه المشروع القومي لاحياء البتلو، لان هو المشروع البتلو كان مشروع قديم عندنا في مصر. كان المشروع ابتدى في سنة 83-84، وكان وصلنا لسنة 86 كان كيلو اللحمة في مصر 6 جنيه. جه المشروع توقف في سنة 91. في سنة 91 ما كانش فيه عجل حي مستورد في مصر. لما توقف المشروع ابتدت دلوقتي احنا عندنا الدول الأوروبية بتبتدي دلوقتي ان هي تقلل من انتاج اللحوم، من ناحية الصحية، من ناحية استهلاك المية، من ناحية استهلاك العلف. فاحنا دلوقتي ما كناش نبدأ نشتغل ونبدأ ان في انتاج اللحوم، هيبدأ يكون عندنا سعر كيلو اللحم ممكن يوصل 200 جنيه. فمشروع البتلو حاليا دلوقتي من اوليات الوزارة، ان اللي هي بتهتم بالمربي الصغير. السيد الوزير اصدر قرار بمنع ذبح البتلو، ودلوقتي احنا المشروع البتلو بيتقدم لناس كتير جدا. احنا هنا في الشرقية عاملين 1881 معاينة. القروض في محافظة الشرقية أخذنا 5 مليون، توزعوا على 13 عميل، وفي صدد دلوقتي صرفنا 9,725,000 على 18 عميل. وعندنا دلوقتي في عدد 779 تحت الائتمان، يعني دول جاهزين للصرف. مطلوب 108 مليون لسد ان احنا الناس اللي هي تحت الائتمان دي تصرف القروض وتبتدي تشتغل في مشروع البتلو. مشروع البتلو مشروع ممتاز جدا. احنا بنشوف دلوقتي ليه المربي بيبتدي ان هو يتخلص من ذكر البتلو. على العموم ذكر البتلو بيبقى يعرف ان هو من عمر 40 يوم لحد 60 يوم، في وزن من 70 ل 90 كيلو. دايما جرت العاده ان الفلاح بيبيع او بيتوجه للذبح البتلو على اساس ان هو بيكون عايز كميه اللبن الموجوده من الام ان هو يستفيد منها ويوفر الاعلاف. فاحنا هنا دلوقتي طبعا لما البتلو يكون عنده مثلا العجل 90 كيلو وانا بوصله 400 كيلو، معنى كده ان انا بضخ لحمه في السوق 6 أضعاف الكميه الموجوده. وطبعا بوجد فرص عمل للشباب وبفتح افاق جديده للمشاريع الصغيره، وبنحل من خلال مشروع البتلو البطاله. فاحنا دلوقتي في مشروع البتلو بنيجي دلوقتي المتقدم بيتقدم بطلب للاداره الزراعيه التابعه ليه، بيتعمل له معاينه ثلاثيه من البنك ومن الطب البيطري ومن قطاع تنميه الثروه والحيوانات الدجاجه. دي شروط الحصول على القرض للي عاوز يشتغل في مشروع احياء البتلو. بيقدم طلب على النموذج الموجود في البنك الزراعي، واحنا طبعا اخترنا البنك الزراعي المصري، الوزاره اختارت البنك لان هو موجود في جميع انحاء الجمهوريه. وطبعا هنا دلوقتي الافراد السقف القرض ليها 400,000 جنيه، والشركات السقف القرض ليها 2 مليون جنيه. ولو انت دلوقتي عندك اقل من 20 راس مش محتاج رخصه تشغيل، لو في عندك اكتر من 20 راس محتاجين رخصه تشغيل، وطبعا في تسجيل للحيوانات وتركيم زي ما انتم شايفين. باشمهندس، ازاي بيكون في متابعه من قبل الوزاره للقرض اللي بياخده المستثمر الصغير او الفلاح الصغير في انه فعلا بيخصص كل المبلغ ده او الجزء ده للمشروع، وفي نفس الوقت خطوات المشروع ان هو ماشي كده مظبوط يعني حسب خطه الوزاره لاحياء مشروع البتلو؟ طبعا هو القرض قرض البتلو هي بنعتبرها منحه، وده دعم تمويل مالي، دعم من الحكومة، والدعم ده إذا كان للفرد فهو في الآخر خالص بيعود على الدولة، بيعود على المجتمع كله. أنا دلوقتي القرض دون الفايدة بتاعته 5%، والخمسة في المية ما تعتبرش فايدة، يعني تعتبر حاجة بسيطة جدا. ومدة القرض سنة، مدة القرض سنة، بعد السنة بيسدد إجمالي القرض. طيب أنا دلوقتي الممول أو الواخد المنحة أو العميل اللي عندي أخذ القرض على أساس إن هو يشتغل في مشروع البتلو،
نفترض الراجل دون ما اشتغلش في البتلو، عمل حاجة تانية، عمل ورشة، عمل كذا، عمل كذا، وجه التمويل لحاجة تانية، بنبتدي دلوقتي البنك بيحاسبه بالفايدة العادية بتاعت البنك. يبتدي هو دلوقتي يشتغل على ايه؟ ان هو دلوقتي ما استثمرش الكارد في المنطقة اللي هو المنوط بيها، استثمره في حاجة تانية. طب انا كنت مديك الكارد عشان تشتغل في البتلو. هنا دلوقتي بيجي دور الإدارة الزراعية ومديرية الزراعة والطب البيطري ومسؤول الائتمان في البنك، بنعمل متابعة شهرية للمشاريع البتلو. بنعمل متابعة شهرية، بنشوف العدد موجود، العدد المؤمن عليه، كل عجل فيه دبلة بتاعت التأمين وبتاعت التحصين وبتاعت التركيب. هل العدد موجود؟ هو هل بدل العجول دي وجاب عجول تانية، ولا العجول هي زي ما هي؟ فمعنى كده ان هو لسه شغال، لان انا دلوقتي انا عايز العجل اللي هو كان عنده 90 كيلو يوصل 400، ويوصل وممكن المربي الشاطر يعمل دورتين في السنة، لان هو معدل التحويل عنده مثلا 1.2 في 6 شهور ممكن نوصل 400 كيلو، وده هو المطلوب من الايه، من المربي. يعني انتوا بتتابعوا مع المربي واللي بيقع عليه في حاله انه يشغل الفلوس دي في اي مشروع تاني، الفايده مع البنك. الفايده بتبقى بتاعه البنك 20% 19%، بتطبق عليه الفايده مع بيبي، مع ان هو بيدفع القسط كله مع الفايده اللي هي متاخره عليه. احنا نتمنى مش بس تطبيق الفايده، لكن احنا عايزين كل اللي يتقدم وياخد القرض ده يشغله في المشروع. لا ما هو عشان اكيد، بس احنا ده شرط عشان نوصل للهدف بتاعنا. ما هو ده اكيد، احنا في المتابعات موجوده، والناس اللي واخده القرض برضو ناس ممتازين جدا، ودي شغلتهم، شغله البتلو. يعني ما فيش واحد هياخد قرض البتلو الا لما يكون هو نفسه شغال في المشروع وفاهم يعني ايه بتلو. يعني احنا بنلاقي عجل بتلو بيبقى محتاج المربط بتاعه، بيبقى محتاج ملعب، بيبقى محتاج معامله خاصه، لكن هو لو الراجل دون ما هوش فاهم في البتلو مش هينفع في البتلو. احنا عايزين نقول للناس النهارده ممكن نحس بنتيجه المشروع ده امتى؟ يعني امتى نلاقي اسعار اللحوم انخفضت؟ احنا بصينا لاسعار اللحوم حاليا، هتلاقي اسعار اللحوم نزلت، مع ان احنا لسه في بدايه البتلو، يعني لسه ما القطر بتاع البتلو ما اشتغلش بالكفاءه بتاعته. لكن احنا في البدايه دلوقتي لسه بنقول هادي، ونلاقي ان اسعار اللحوم هديت في السوق. بنشكر حضرتك، ومن كلامك واضح قد ايه هي منظومه متكامله، يعني ومش بس لان احنا بنصور هنا في الشرقيه او في مزرعه كنموذج للمشروع، لكن تحياتنا ليكم الحقيقه. في محافظه الشرقيه 9511 مزرعه. من 9511 مزرعه دول عندي 2545 مزرعه مرخصه اقامه، عندي 6996 مزرعه مش لهم ترخيص إقامة. فالسيد الوزير والسيد نائب الوزير دكتورة منى محرز والدكتور طارق سليمان رئيس القطاع أصدروا قرارين 36/8 و773، ده لترخيص جميع المزارع والمعالف والمصالح، جميع أنشطة الإنتاج الحيواني الترخيص لها إجباري، والترخيص إجباري بلا تجاوزات، يعني بتعمل معاينة. يعني عندي دلوقتي المزرعة اللي لها ترخيص إقامة أو ترخيص من حماية الأراضي أو ترخيص وحدة محلية أو ترخيص من المحافظ، دي بنجدد لها الترخيص عادي جدا، وبتاخد ترخيص من سنة لثلاث سنين حسب رغبة العميل. طيب المزارع اللي هي كانت يعني أقيمت بالفعل وعلى أرض الواقع وموجودة وكان لها مخالفة، اللي احنا دلوقتي بنرخص لها سنة قبل للتجديد، على أساس إن هو يخش في منظومة الإنتاج الحيواني، على أساس إن احنا نعمل الحصر بتاعنا مظبوط، نعرف دلوقتي ان دلوقتي انا عندي كام من البدارة التسمين، عندي كام من البياض، عندي كام من الرومي، عندي كام من النعام، عندي معالف قد ايه، ومن خلال ان انا اكون عندي الداتا المعلومه اللي انا عندي قد ايه من الانتاج الحيواني، هقدر استورد ايه، هقدر اصدر ايه، ايه اللي ناقص عندي وايه اللي فايده عندي اقدر اصدر. نقدر نعمل الاحصائيه مظبوطه. وانا بشكرك جدا باشمهندس بشر، واسمح لنا حضرتك نستكمل جولتنا في المزرعه ونتكلم مع المستفيدين بالفعل وصغار المستثمرين. ده اللي باش تحت امرك. شكرا لحضرتك. لا تتشرف. لسه مكملين معاكم جولتنا في المزرعه وتفاصيل اكتر عن مشروع البتلو او احياء مشروع البتلو، خليكم معانا.
احنا بنحاول نعرف تفاصيل اكتر عن المشروع في جولتنا داخل المزرعه، وبشمهندس بشر يعني هو اللي مصاحبنا في الجوله وبيحاول يقول لنا كل التفاصيل. وطبعا كمان بينضم لنا في اللقاء استاذ محمد حسني صاحب المزرعه. برحب بيك وبرحب بحضرتك مره ثانيه. اهلا يا مرحبا. يا لسان يا لسان. يعني قبل ما اتكلم مع الاستاذ محمد انا حابه ان حضرتك تعرفنا على المرحله الثانيه او المكان الثاني اللي احنا موجودين فيه ده. هو احنا دلوقتي بالنسبة للبتلو في مرحلة تانية بالتزامن مع البتلو اسمها الطاقة الاستيعابية. الطاقة الاستيعابية دي يعني المربي يكون عنده مزرعة وتكون مرخصة ويكون العمالة عنده مدربة، بس هو بينقصه التمويل. يعني الأماكن موجودة والعمالة موجودة والخبرة موجودة، بس التمويل بينقصه. هنا بيخش دور البنك ان هو بيديله برضو الكارد 5% لمدة 5 سنوات، وفي سنة سماح من الكارد. والطاقة الاستيعابية دي هو المربي نفسه هو اللي بيختار الحيوان اللي هو عايزه، سواء ان هو كان عايز حيوان حلاب او عايز حيوان تسمين، هو اللي بيختار القصة دي. هو دلوقتي عندنا في الحيوانات الحلابة عندنا ممكن نستورد له فريزيان هولشتاين او براون سويس، او عنده في حيوانات تسمين ابردين انجس او بلو ميلجم، او عنده هولشتاين. فكل الحاجات اللي هو عايزها هو اللي بيحدد نوع الحيوان اللي هو عايزه، والوزاره بتجيب له الحيوان لحد عنده. في عندنا هنا في الانتاج الحيواني حاجه جميله جدا، احنا في حاجه اسمها المرأة المعيل. المرأة المعيله احنا سلمنا 105 جاموس عشر من المنظمه العربيه للتنميه، وابتدينا نشتغل على ان المرأة المعيلة دي تبقى عاملة زي سائق دوارة، ان العميل بياخد العجلة الاشار وبيسلم 2 عجلة ولدة سواء ذكر او سواء انثى. احنا هنا في الشرقية سلمنا 66 عجلة في 13 يونيو، وسلمنا في 17 اغسطس 14، وسلمنا 9 في 26 10، ولسه مسلمين في 15 يناير 10 عجلات. يعني سلمنا 89 عجله من 105 خدناهم. طبعا كان في ذبح اضطراري وكان في نافق، يعني العدد اللي عندنا واصل دلوقتي 90 عجله. سلمنا 99 عجله، دي بنظام ان احنا بناخد العجال اللي هي بناخدها من ديا ونبتدي برضو نربيها ونعشرها ونبتدي نديها لمراه ثانيه. فدي حاجه جميله جدا بالنسبه في الشرقيه موجوده، دي بنساعد فيها المراه المعينه. رأي بقى أصحاب المزارع نفسهم وفكرهم وبداية المشروع، يعني اسمح لنا احنا نتكلم مع أستاذ محمد. عايزة أبدأ معاك بقى الخطوة الأولى اللي انت خدتها، هل كنت فاكر انك هتلاقي صعوبات في الشروط اللي ممكن تكون عند البنك ولا ايه؟ احكي لي الخطوة الأولى من عندك. المشروع ده أنا شغال فيه بقالي حوالي 25 سنة. فأنا بجيب البقر اللي هو الهولشتاين وبفطر عليه البتلو، على أساس أن الفترة اللي هو بيفطر فيها أو اللي بينتقل من الرضاعة للأكل العلف بتبقى فترة مش ما بيحصلوش فيها دروب، يعني ما بيحصلوش فيها أن هو جسمه بيتغير أو حاجة. وبعد كده دي المرحلة الأولانية اللي حضرتك شايفاها. بعد كده عندي أوزان معينة بنقل في المرحلة التانية اللي هي المرحلة المتوسطة اللي هي ما بين 150 و300 كيلو، دي اللي احنا كنا موجودين فيها قبل دي في كيلو بس. وفي جزء انتو ما صورتوهوش اللي هو الجزء بقى اللي هو ايه بقى اللي هو مرحلة التشطيب، بنسميها مرحلة التشطيب، اللي هي العجل بقى بيوصل للأوزان اللي هي بتاعه البيع. لان المفروض ان كل حاجه من دول ليها تركيبه علف معينه، يعني الصغير غير المتوسط غير الكبير، بنغير تركيبه العلف على اساس ان العجل يمشي معايا بمعدل كويس في الزياده. لوحده كان مكلف او كان صعب موضوع التحصينات من غير المتابعه دي؟ للاسف انا كنت بضطر اجيبها من بره يعني، لكن دلوقتي الحمد لله السنه دي هم الحقيقه قاموا بدور كبير جدا. وبعدين حتى عدم ذبح البتلو يعني تنفيذه ابتدى يظهر شويه في اسعار البتلو في السوق. فطبعا لما انت هتاخدي عجل بتلو بسعر رخيص
التكلفة عندك حتقل وبالتالي حتقدر تبيع بسعر أرخص. يعني الاستيراد يا أستاذ محمد، يعني إحنا بنستورد كمية لحوم وعجول أو حيوانات كتير والفجوة بقت كبيرة، هيك بتشوف المشروع ده ممكن نقول في قد إيه لو المصريين بيحلموا إن المشكلة دي تخلص واللحوم الحمراء ترجع في متناول إيد المواطن البسيط يقدر يجيبه، ممكن نقول ده يتحقق في خلال قد إيه؟ والله من وجهة نظري ما تاخدش أكتر من 5 سنين، يعني مع عدم ذبح البتيل وكده الاستمرار في المشروع. وبعدين برضه الاستيراد اللحوم من بره بيعمل عندنا شويه هزه، عندنا احنا كمربين في السعر في البيع وكده، وفي بعض الناس الله اعلم، يعني انا بشوفها ان هم بياخدوا العجول بتاعت بره وبيذبحوها وبيبيعوها على اساس ان هي لحمه بلدي، يعني فطبعا بيبيعها بسعر اعلى وكده. لكن احنا يعني العلفه عندنا وطريقه التربيه بتخلي مذاق اللحم حتى لو حاجه تانية غير المستورد، يعني اكيد المواطن نفسه بيبقى عارف ده من مذاق اللحمه اللي بيبقى عارف. او كل الناس عندها الخبره دي برضو يعني، لكن لا بس الحمد لله الاسعار دلوقتي ابتدت تنزل. يعني ما هو هقول لحضرتك على حاجه، انا مش بهاجم الجزارين ولا حاجه، لكن لما يعني انا لما ابتديت المشروع دوت زي ما قلت لحضرتك من 25 سنه كنت بطلع الوزن القايم ب 17 جنيه، كان الجزار بيبيع اللحمه ب 35 جنيه، فيعني هي كانت معروفه ان مثلا لما بيطلع القايم ب 20 يبقى اللحمه ب 40 عند الجزار، ب 50 تبقى ب 100. طب دلوقتي هو بياخدها مثلا والسعر ناقص، دلوقتي السعر نزل، دلوقتي بقى بنبيع قايم ب 45، المفروض الجزار ما يبيعش اكتر من 90 او 95 جنيه وهيطلع له هامش ربح حلو جدا. لكن هو بينتهز فرصه ان كان في اسعار عاليه وبالتالي هو بيبيع، يعني بعض الجزارين اضطرت انها تقلل السعر، واظن حضرتك يمكن ملحوظه دلوقتي في اليومين دول يعني قللوا السعر، وفي ناس ما زالت يعني رابطه على السعر القديم. واحنا من كلام حضرتك برضو بنحب ان احنا نقول للمشاهدين نخلي بالنا لان الاسعار بالفعل ابتدت تنزل، وانت يا بقى ما نخليش حد يستغلنا. يعني في احد الجرايد انا بدون ذكرها يعني كان عنوانها كده يعني يعني انخفاض كبير في اسعار اللحوم في مصر، كان عنوان منشط كبير بتاعها، ففي ناس طبعا في بيستغلوا بقى المناطق مثلا بعض المناطق معينه بتاع كده. أنا بشكر حضرتك جدا وبتمنى إن شاء الله الخطوة الجاية في حصولك على القرض تتم على خير، وحضرتك تقدر تعمل كل التوسعات اللي أنت بتتمناها عندك في المزرعة. التوسعات عاملينها بس لسه المواشي بتاعتها إن شاء الله. شكرا ليك أستاذ محمد. متشكرين جدا وشرفتونا جدا. الله يخليك. جولتنا لسه ما خلصتش في المزرعة ومكملين ونشوف تفاصيل أكتر وإزاي بيتعاملوا معاها وإزاي كمان صغار المستثمرين بيقدروا يستفيدوا ويشاركوا في المشروع، تابعونا. كان مهم جدا اننا نسمع راي المستثمر الصغير او الناس البسيطه اللي بتشتغل هنا في المزرعه او في اي مزرعه، وهي كمان ليها احلام وليها دور وبتشارك كمان في حل المشكله. عشان كده كان لنا لقاء مع عم حسن. اهلا بيك يا عم حسن. ربك يا شرفتونا الله في الشرقيه. ربنا يخليك. قولي بقى بتشتغل في المزرعه هنا بقالك قد ايه؟ سنه 90 90 ان شاء الله. مع استاذ مهام مع الباشمهندس. فكنا بنربي البهايم ونجيب البتول الصغير ده نفطر على ايدينا، وبعد كده مرحلة أولى والمرحلة الثانية ندخل فترة التسمية. بعد كده ابتدينا نجيب بقر مواشي والرد عليها بتساعدنا في التربية، فالإنتاجها بيكون أفضل. عم حسن قولي كده، أنت كنت بتشوف أن المشكلة الكبيرة وزيادة أسعار اللحوم اللي بشكل كبير جدا، ويعني الناس مش قادرة حتى أنها تواكب الغلاء ده، كان سببه إيه؟ يعني إيه المشكلة جامدة؟ غلو العلف. ما هو ده كلها بتتركب من الأجار ده، أولها غلو اللحوم من تركة العلف، بروح أجيب كل العلف يقف عليها بخمسة جنيه وبستة جنيه. طب والذبح في سن صغير بتشوفي برضه؟ ما هو دي مشكلة كبيرة، مشكلة بتواجه لنا كليتنا كمجتمع. إن النهاردة العجل هروح أذبحه 70 كيلو 80 كيلو، لما أذبحه 400 كيلو يبقى الفقر هيديني قد إيه المردود بتاعه؟ صاحب المزرعة وانتوا مع بعض طول السنين اللي فاتت وفي الغلا وفي الأسعار وفي المشاكل الثروة الحيوانية دي، كنت بسمعه بيتكلم أو بيقول قدامك أنه هو كمان نفسه يلاقي حل أو نفسه يشارك حتى الدولة في أنه يكون لي بصمة ودوره، ما كانش عارف يبتدي منين؟ أكيد طبعا مولاي، يعني كانت دي مشكلة كبيرة رفع الأسعار دي، ففي اضطرتنا أوقات كنا بنقف من رفع الأسعار، فتيجي تبيع وتيجي تبيع برضه تيجي تلاقي حتى رخيصة، فكل المستفيد بقى الجزار.
يعني الفرق بين المربي والمستهلك هو الفجوة الجزار دي، ففيش نسبة وتناسب بينهم الاثنين. والمواطن هو كمان اللي مدخول فيه. طب قولي بقى، فكرت ان انت تاخد قرض وتعمل المشروع ده تبتديه ويبقى بتاعك؟ اه فكرت وجبت، بس بتواجهنا مشكلة صغيرة خالص. يعني مثلا بروح اجيب قرض البتل في خلال السنة لازم اسدده، طب ما انا عندي مثلا ممكن العجول لسه ما جهزتش، فاضطر برضو ببيعهم ناقصين تربية وعشان اسدد قيمة القرض، ما انا لو ما سددتش هيرتفع عليها نسبة الفائدة الاستثماري، يبقى انا ما استفدتش حاجة، فاضطر ابيع وزن من 200 ل 300 كيلو ما يجازيش معاي. يعني انت في الخطوه الاولى انك تاخد القرض ما كانش فيه مشكله وقدرت انك تاخده؟ قدرت، خدته وصرفته مرتين، بس باجي على ميعاده لازم اسدده، طب انا ما معيش اسدد، بضطر ابيع مواشي من اللي عندي عشان اسدد القرض، يبقى انا ما استفدتش حاجه والدوله ما استفادتش حاجه. لكن لو بدور القرض هو ياخد الفايده بتاعته كده كده، ان انا بسحبه تاني، طب ايه ان انا اسدده وارجع اجيبه تاني، اقعد لي شهرين ثلاثه واقف. فايدة كويسة يعني 5% دي فايدة حلوة. حلوة مشينا، بس ما هو في مميزات، يعني مثلا وجبت عليا الفايدة أسدد الفايدة والقرض شغال، بدل ما أروح أسدد وأقعد لي 3 4 أشهر لا، يبقى أنا دورتي شغالة على طول، أبيع وهو شغال، يبقى بهم بدل ما طلعوا 300 كيلو 250 لا أطلعوا 400، يبقى برضه الدولة استفادت وأنا استفدت كمربي. لكن سنة ديت يعني ما تجازيش مع، لأن عشان أروح أجيب بوتيلو صغير ما يلحقش معاه في السنه يطلع. قلت رايك ده لحد يعني مثلا وانت في البنك اتقابلت مع حد من مسؤول قلت نفسي المده تكون اكتر من سنة. قلت اتكلمنا كتير، بس ما هم بتجي لهم من فوق، وطبعا هم ما بيقدروش يخلفوا التعليمات. يعني دي الملحوظه اللي عندك يا عم حسن، انك نفسك الوقت او المده تكون اكتر من سنه، يعني تنبد زي السلفه الزراعيه، ما بدونا سلفه زراعيه فبتتضير، وكده كده انا شغال وعامل عندي اللي بيجي لجنه ومره واثنين وثلاثه يلاقوا البتلو زي ما حضرتك طبيته كده كده ثلاث سنين مثلا ماشي، ما فيش مشكله في هيك مربي والمقترض بتساعده، وفي نفس الناحيه ان كان البنك مستفيد ان انا باخد بيديله الفوائد بتاعه في ميعاد، ما فيش مشكله دي. عموما يعني يا عم حسن اكيد صوتك من خلال البرنامج هيوصل، واعتقد ان دي مشكله الدوله طالما بتدور على حلول وبتدور على يعني ابسط واصغر حتى الشباب والمواطنين نفسهم يشتغلوا في المشروع، فان شاء الله من خلال البرنامج رسالتك توصل والمده تكون اطول. ربنا موجود وبارك والله فيك، واتمنى لك مشروعك ينجح ويكبر ونزورك فيه ونصوره كمان. وجودكم ان شاء الله باذن الله، شرفتونا والله. شكرا لك يا عم. شكرا، سلام. أصحاب المزارع الحيوانية واللي بالفعل بيشتغلوا في الإنتاج الحيواني من سنين طويلة لقوا فرصة إحياء مشروع البتلو مرة تانية فعلا منفذ أو أمل مصر تتعافى بيه وتتحل عندها مشكلة كبيرة، وبدأوا فعليا أنهم يشاركوا أو يشتركوا مع الدولة في حل الأزمة. صغار المستثمرين وصغار المربيين وكتير من الشباب اللي هم كمان لقوا في ده بادرة أمل أنهم يبدأوا مشروع، ومشروع كويس جدا والدولة نفسها بتشرف عليه وزارة الزراعة بتشرف عليه، وكمان هيساهم في حل مشكلة كبيرة بتعاني منها مصر. مش عايزين حد يستغلنا، وعايزين نعرف أن بالفعل بوادر أو نتائج المشروع حتى ولو بنسبة بسيطة بدأت تكون موجودة على أرض الواقع، الأسعار بدأت تنخفض لو في استغلال مجاشع من التجار. احنا من خلال البرنامج بنعرض لحضراتكم الخطوات الإيجابية اللي بتحصل عشان نكون فاهمين وعارفين وما نخليش حد يستغلنا، ولسه في كل حلقة من حلقات النص المليان هندور على أمل جديد. وشوفكم الحلقة الجاية، وسلام.